أعزائي طلاب الطالبات دبلوم المدارس الثانوية الصناعية تخصص إلكترونات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من مادة النظم الإلكترونية. هنتكلم النهاردة على أولى الحلقات بتاعت مادة النظم الإلكترونية، وهنستعرض بسرعة إيه الأجزاء اللي إحنا هنشرحها خلال العام الدراسي الجديد إن شاء الله. هنتكلم على مادة النظم الإلكترونية، هنتكلم فيها في الجزء الأولاني أو الباب الأول على أجهزة الإرسال الإذاعي أو نظم الإرسال الإذاعي، سواء كان AM FM الاثنين يعني. وهنتعرض لأنواع الأجهزة، وهنشوف الرسم التخطيطي لأجهزة الإرسال AM وأجهزة الإرسال FM، وهنتكلم بالتفصيل عن الدوائر المختصة بالنوعين دول اللي هو FM والAM. الباب الثاني هنتكلم على نظم الاستقبال الإذاعي. هناخد أجهزة الاستقبال الإذاعي بأنواعها، سواء جهاز الاستقبال البسيط اللي هو البلوري، أو جهاز الاستقبال المنغم اللي هو المباشر، أو جهاز استقبال السوبر هيتروداين، ودول هنتكلم عليهم بالتفصيل. الباب الثالث هنتكلم على نظم الإرسال التلفزيوني، وهنتكلم على أجهزة الإرسال التلفزيونية ومحطات الإرسال، وهنتكلم على أنواع الكاميرات، سواء الكاميرات اللي هي العادية الفيديكون، أو الكاميرات اللي هي CCD اللي هي تشارج كومبليت ديفايس، أو ذات الشحنات، الكاميرات اللي هي ذات الشحنات المتردة. ده بالنسبة للباب الثالث في أجهزة الإرسال التلفزيوني. الباب الرابع هنتكلم على أجهزة الاستقبال التلفزيونية، سواء العادية أو الملونة، وهنتكلم من خلال هذا الباب على الشاشات الـ LCD وشاشات البلازما، وهنعرف ازاي برضه هنتكلم على الشاشات العادية اللي هي الكاسد ري تيوب اللي هي الموبايل العادية، وهنتكلم بالتفصيل ايه اللي بيحصل داخل الشاشة التلفزيونية. وهنتكلم برضو على أجهزة الريموت اللي هي أجهزة التحكم من بعد، وهنشوف الدوائر بتاعتها، وهنشوف إزاي بيتم تشغيل الريموت، وإزاي بيرسل إشارة لجهاز الاستقبال، وإزاي بنغير في القنوات أو بنطفي الجهاز منه أو الكلام ده كله. ده بالنسبة للباب الرابع. الباب الخامس هنتكلم فيه على أجهزة الرادار، وعلى الأقمار الصناعية، وعلى أجهزة التليفون المحمول. ده بالنسبة ملخص سريع للي هندرسه السنة دي في مادة النظم الإلكترونية. تعال نتكلم على أول جزء هنتكلم عليه في مادة النظم الإلكترونية اللي هو نظام الإرسال الإذاعي أو نظم الإرسال الإذاعي. خلي بالك بقى معايا، إحنا قبل ما نتكلم على نظم الإرسال الإذاعي عايزين نعرف يعني ايه ارسال، او نظم الارسال دي ايه هي بالظبط، وايه المقصود بعملية الارسال. احنا بنتكلم دلوقتي في ارسال الكتروني او نظم الكترونية او نظم الارسال الالكترونية. نظم الارسال اللي عندنا او تعريف كلمة الارسال، تعريف كلمة الارسال بالنسبة لنا احنا تخصصنا احنا، هو نقل المعلومات من مكان إلى مكان آخر بعيد، والمعلومات دي ممكن تكون إيه؟ ممكن تكون صوت، عبارة عن صوت. ده خاص بأجهزة الإرسال الإذاعي، والمعلومات دي ممكن تكون معبرة عن صوت وصورة اللي هنقلها من مكان لمكان، وده يقصد به الإرسال التلفزيوني. والمعلومات ممكن تكون عبارة عن مستند، ورق مكتوب عليه، ودي اللي مقصود بيها جهاز إرسال الفاكس. وممكن تكون المعلومات دي عبارة عن ملف كامل، صوت وصورة ومستند،
ودي بستخدم فيها شبكات الإرسال بتاعت النت أو الإنترنت. يبقى دلوقتي عرفنا المقصود بكلمة الإرسال. إيه المقصود بكلمة الإرسال؟ نقل معلومات من مكان إلى مكان آخر بعيد. احنا دلوقتي بنبقى قاعدين في البيت وشايفين اللي بيحصل حوالينا كله، حوالين العالم بنشوفه كله قدام مننا في الشاشة. المعلومات زي ما احنا قلنا معلومات صوتية بيقابلها إرسال إذاعي، معلومات صوتية أو صوت وصورة إرسال تلفزيوني، مستند يبقى إرسال عن طريق الفاكس، ملف كامل صوت وصورة ومستند يبقى ده إرسال بيتم عن طريق شبكات الإنترنت. تعال نشوف نظم الإرسال ونشوف الأول إيه المقصود بكلمة إرسال، وبعدين نبتدي نخش نشوف أجهزة الإرسال الإذاعية أو تقسيم أجهزة الإرسال عموما، وبعد كده نخش في الإذاعية. تعال نشوف الكلام ده على الشاشة. نظم الإرسال، هنتكلم على تعريف عملية الإرسال. الإرسال هو نقل للمعلومات من مكان إلى مكان آخر بعيد، ويمكن أن تكون المعلومات دي معبرة عن صوت، وهنا بيبقى إرسال إذاعي، أو المعلومات دي معبرة عن صوت والصورة ده بيبقى إرسال تلفزيوني، أو المعلومات بتبقى معبرة عن صورة مستند ده بيبقى إرسال عن طريق الفاكس، ومعلومات بتبقى عبارة عن مستندات وصوت وصورة وملفات بأكملها بتنقل رقميا ده بيتم فيه الإرسال عن طريق شبكة النت. تعال نشوف حاجة كده معينة، تقسيم أجهزة الإرسال. خلي بالك بقى معايا لما نيجي نتكلم على أجهزة الإرسال وتقسيم أجهزة الإرسال، يبقى لازم أعرف أجهزة الإرسال اللي أنا اتكلمت عليها في التعريف. الله، يبقى كده هنتفق من أول حلقة اهو، نتفق على إيه؟ نتفق على إننا الفهم هو الأساس مش الحفظ. في المواد بتاعتنا الفنية الفهم هو الأساس. خلي بالك أنا لما أفهم معلومة كويس قوي بتفيدني في الجزء اللي بعد كده، أو في الدرس اللي بعد كده، أو في الخطوة اللي بعد كده، لأن إحنا بيبقى المعلومات بتاعتنا زي السلم، درجة ورا درجة ورا درجة ورا درجة، فاللي بفهمه في الأول بيساعدني في الدرجة التانية، واللي بفهمه في الدرجة التانية بيساعدني في التالتة، وهكذا. وهثبت لك الكلام ده دلوقتي. ليه احنا بنقول الكلام ده؟ عشان تبقى العملية سهلة عليك وما تبقاش في مجهود ذهني جامد في المذاكرة. لا، المجهود الذهني بيزيد قوي لما يكون حفظ، انما لما بيكون فهم المجهود الذهني بيبقى مرتاح جدا وبتبقى الامور ماشية كويسة جدا. طيب نسبة الكلام ده نسبته، احنا لسه دلوقتي قايلين تعريف عملية الارسال، وقلنا هي نقل المعلومات من مكان الى مكان اخر بعيد. المعلومات دي ممكن تكون ايه؟ صوت، يبقى في ارسال اذاعي، خليك فاكر. صوت وصورة، يبقى في ارسال تلفزيوني. مستند، يبقى في ارسال عن طريق الفاكس. مستند وصوت وصورة، يبقى في ارسال عن طريق النت. شوف العنوان اللي هسه بتكلم عليه، تقسيم اجهزة الارسال انا قلتها دلوقتي، تقسيم أجهزة الإرسال من خلال فهمي لتعريف عملية الإرسال. أنا عرفت أربعة من أجهزة الإرسال. أجهزة الإرسال الإذاعي اللي هي مسؤولة عن إرسال الصوت، أجهزة الإرسال التلفزيوني المسؤولة عن إرسال الصوت والصورة، أجهزة الفاكس الإرسال بتاع الفاكس عن إرسال مستند، شبكة النت أو الإنترنت مسؤولة عن إرسال ملف كامل رقمي اللي هو عبارة عن صوت وصورة ومستند. يفضل عندي نوع واحد بس ما أجهزة الإرسال الخاصة اللي فيها تليفون المحمول، فيها الأقمار الصناعية، فيها الرادار.
والتليفونات الأرضية. يبقى لما أجي أسألك تقسيم أجهزة الإرسال، أنا جبتها من التعريف، إرسال إذاعي، إرسال تلفزيوني، جهاز الفاكس، شبكة الإنترنت، أجهزة الإرسال الخاصة اللي هي بتشمل الرادار والأقمار الصناعية والتليفونات المحمولة والأرضية. تعال نشوف الكلام ده، ده متوقف على الفهم مش متوقف على الحفظ. من خلال التعريف أنا جبت الخطوة التانية اللي أنا قلت لك عليها، اللي هي تقسيم أجهزة الإرسال الخاصة بعملية الإرسال بالكامل. تعال نشوف الكلام ده على الشاشة. تقسيم أجهزة الإرسال أهو. أجهزة إرسال إذاعية اللي خاصة بمين؟ تمام، بالصوت. أجهزة إرسال تلفزيونية خاصة بإرسال الصوت والصورة. أجهزة إرسال الفاكس اللي هي مسؤولة عن مين؟ المستند. أجهزة الإرسال بتاعة شبكة الإنترنت اللي هي مسؤولة عن مين؟ عن الملف بكامل رقمي بنبعته رقميا اللي هو صوت وصورة ومستند. يجي عندنا النوع الخامس، أجهزة الإرسال الخاصة، أجهزة الرادار وأجهزة الاتصالات اللي هي التليفونات الأرضية والمحمول وأجهزة إرسال الأقمار الصناعية. تعال نشوف حاجة تاني، الفكرة الأساسية لعملية الإرسال. خلي بالك بقى معايا، إيه الفكرة اللي اتبنى عليها عملية الإرسال؟ الإرسال نفسها الفكرة الأساسية إيه؟ أنت عايز تبعت معلومات من مكان لمكان تاني بعيد، عايز تبعت معلومات من مكان لمكان تاني آخر بعيد زي ما احنا قلنا في التعريف الأولاني. طب أنت يعني هتبعتها إزاي؟ اللي هو مقصود الفكرة الأساسية لعملية الإرسال إزاي؟ أو إيه هي؟ أي معلومات هبعتها، خلي بالك بقى معايا كويس قوي، أي معلومات هبعتها بحولها، بحول المعلومات دي سواء كانت صوت أو صورة أو مستند أو أي حاجة من اللي احنا قلناهم، بحولها إلى إشارة كهربية. بحول المعلومات دي لإشارة كهربية عشان أرسلها. الإشارة الكهربية دي بتبقى متغيرة في جهدها وترددها على حسب المعلومات اللي أنا هبعتها. يعني إشارة كهربية بتتغير في الجهد وتتغير في التردد. لو أنا هبعت صوت يبقى تتغير في الجهد والتردد على حسب الصوت. لو هبعت صوت وصورة يبقى الإشارة الكهربية بتتغير في الجهد وفي التردد على حسب الصوت والصورة. إذن التغيرات اللي بتتم في الإشارة الكهربية دي على حسب المعلومات اللي أنا عايز أبعتها، تتغير في التردد وفي الجهد. يبقى أول خطوة هاخد المعلومات أيا كانت وحولها لإشارة كهربية. عظيم. الإشارة الكهربية دي بتتغير في التردد وتتغير في الجهد على حسب المعلومات. بعد كده هعمل إيه؟ هاخد الإشارة الكهربية دي وابتدي، خلي بالك بقى معايا، أبعتها لأجهزة الإيه؟ الاستقبال. بس طبعا هنا أنت هتبعت، خلي بالك، هتبعت الإشارة دي أو هترسلها لأجهزة الاستقبال، هتبعتها إزاي؟ ونوع الوسط الناقل اللي هياخد الإشارة من الإرسال ويوديها للاستقبال، الوسط ده هيكون إيه؟ أيوة، نيجي بقى هنا لحاجة تاني. هنقل المعلومات من الإرسال للاستقبال على حسب نوع الوسط، إذا كان الوسط ده سلكي أو لا سلكي. يبقى لازم نقف هنا ونعرف. طب لو كان الوسط سلكي يبقى دي إشارة كهربية تعدي في السلك زي التليفونات الأرضية، بتتنقل الإشارة من الإرسال للاستقبال عن طريق سلك، عشان كده بنقول التليفون الأرضي ده سلكي، بين الإرسال والاستقبال سلك، يبقى ده الوسط الناقل سلك. أما لو كان نوع الوسط الناقل لا سلكي اللي هو الهواء عبر الأسير، يبقى لازم الإشارة الكهربية دي اللي معبرة عن المعلومات تتحول من كهربية إلى كهرومغناطيسية عشان تمشي عبر الأسير. يبقى دلوقتي المقصود أو الفكرة الأساسية لعملية الإرسال، هاخد المعلومات اللي أنا عايز أبعتها أيا كانت
وحولها لإشارة كهربية متغيرة في الجهد والتردد على حسب المعلومات، وحول الإشارة دي إذا كان هنقلها لتليفونات أرضية على حسب نوع الوسط الناقل، يبقى سلكية أو لا سلكية. إمتى تكون سلكية؟ لما أنا هنقل إشارة كهربية في سلك عادي، دي إشارة بتتنقل. أما لو كانت لا سلكية يبقى لازم الإشارة الكهربية تتحول إلى كهرومغناطيسية، وده اللي بيتم عندنا فين؟ في أجهزة الإرسال الإذاعي وأجهزة الإرسال التلفزيوني، كل أغلبية الأجهزة إلا باستثناء التليفونات الأرضية، كل ده الأرضي ده سلكي، أما كل بقى عمليات الإرسال عندنا بتتم لا سلكي. عشان كده لازم أحول الإشارة الكهربية دي اللي هي معبرة عن المعلومات إلى إشارة كهرومغناطيسية، والكلام ده هيجي بالتفصيل من خلال الأجزاء اللي هنشرحها بعد كده. تعال نشوف الكلام اللي احنا قلناه والفكرة الأساسية لعملية الإرسال. الفكرة الأساسية لعملية الإرسال تعتمد الفكرة الأساسية لعملية الإرسال على تحويل المعلومات المرسلة أيا كان نوعها، سواء كانت صوت أو صورة، بحولها إلى إيه؟ إلى تغيرات كهربية اللي هي الإشارة الكهربية، تتناسب في ترددها وجهدها مع تفاصيل المعلومات. بتنقل هذه التغيرات الكهربية من جهاز الإرسال إلى جهاز الاستقبال خلال الوسط الناقل. شوف بقى، سلكيا أو لا سلكيا، الكلام اللي احنا قلنا عليه، ثم تحول في أجهزة الاستقبال إلى المعلومات السابق إرسالها، ترجع مرة تانية. لو كانت صوت ترجع صوت في أجهزة الاستقبال، لو كانت صوت وصورة بترجع الإشارة برضو لصوت وصورة. تعال نشوف بقى الجزء اللي بعد كده اللي هو الفكرة الأساسية لعملية الإرسال الإذاعي. خلي بالك بقى معايا، يبقى الفكرة الأساسية لعملية الإرسال عرفناها، أحول أي إشارة أيا كانت، أي معلومات، أي معلومات عندي عايز أبعتها بحولها لإشارة كهربية، واتكلمنا على الجزء ده. إنما لما أقول لك الفكرة الأساسية لعملية الإرسال الإذاعي، شوف الكلمة فرقت، الفكرة الأساسية لعملية الإرسال وسكت، ده الجزء اللي احنا قلناه سائلين. إنما لما أقول لك الفكرة الأساسية لعملية الإرسال الإذاعي، ده أنا حددتها هنا، حددتها إنها إرسال إذاعي خاص بمين؟ بالصوت نفسه، بالصوت نفسه حددتها أهو. طب يبقى دلوقتي عايز أعرف إيه الفكرة الأساسية في إن أنا أفهم كلمة الإرسال الإذاعي، أو الفكرة الأساسية بتاعت الإرسال الإذاعي. الإرسال الإذاعي إحنا قلنا الصوت، انا بتكلم اهو، الموسيقى ده برضو اذاعه. ايه اللي بيتم فيها؟ الفكره الاساسيه بتاعتها ايه هي؟ ما احنا لسه قايلين من شويه ان فكره الارسال نفسها عموما هو تحويل اي معلومات لاشاره كهربيه. طب ما الصوت ده كان معلومات، يبقى لما اقول ارسال اذاعي يبقى ناخد الجزء الاولاني كده في التعريف الاولاني اللي هو الفكره الاساسيه لعمليه الارسال، هو تحويل إشارة الصوت أو النغمات الموسيقية، الترددات الصوتية أو النغمات الموسيقية إلى إشارة كهربية. تخيل الكلام اللي احنا بنتكلمه دلوقتي وبنشرحه هو اللي بيحصل دلوقتي معايا داخل الاستوديو. أنا بتكلم قدام منك أهو، في مايك أهو، الميكروفون ياخد الصوت بتاعي ويحوله لإشارة كهربية. طيب الإشارة الكهربية دي اللي معبرة عن الصوت بتاعي راحت لك إزاي في جهاز الاستقبال اللي عندك زي ما انت شايفني دلوقتي كده؟ خلي بالك معايا كويس قوي من الجزء ده. الإشارة الكهربية اللي خارجة من المايك بتروح بعد كده على دائرة التكبير بتتكبر، وبعدين بنعمل لها عملية تعديل أو موديوليشن. تعديل او موديوليشن، ايه اللي مقصود بالتعديل ده؟ هي الاشارة الكهربية اللي هي معبرة عن الصوت عشان تروح لك انت وتروح للي موجود في اسوان، وتروح للي موجود في مطروح، تروح للي موجود في سينا. الاشارة دي خلي بالك بقى معايا، عايزة حاجة تشيلها من محطة الارسال
الى اجهزه الاستقبال اللي عندك، من اول هواء الارسال توصلها لهواء الاستقبال اللي عندك، او تاخد من جهاز الارسال لحد جهاز الاستقبال اللي عندك. ايه اللي هياخدها؟ ايه اللي هيشيل الموجه دي؟ خلي بالك بقى معايا، الاشاره الكهربائيه اللي احنا بنتكلم عليها المعبره عن الصوت دي تردد منخفض، التردد الصوتي. بتيجي موجة تردد عالي، خلي بالك كويس قوي من الكلام ده، تشيل الإشارة دي وتوديها لمسافات بعيدة. إذن اللي مقصود بعملية التعديل أو التشكيل أو التحميل، شوف التلاتة هم، وجود الإشارة الكهربية المعبرة عن الصوت فوق ذات التردد المنخفض، فوق إشارة موجة تردد عالي. وموجة التردد العالي دي هي اللي مسؤولة عن إرسال الإشارات إلى مسافات بعيدة، ودي اللي مقصود بيها عملية التعديل، وهنقولها بالتفصيل، بس أنا بديك فكرة عنها. إيه التعديل ده؟ هو تحميل موجة التردد المنخفض اللي هي الموجة الكهربية المعبرة عن الصوت على موجة تردد عالي، وناخد الإشارة اللي تم تعديلها دي، الإشارتين اللي موجة تردد منخفضة اللي كانت موجودة فوق موجة التردد العالي، ودخلها على هواء الإرسال، وكبرها طبعا قبل ما دخلها على هواء الإرسال، وبعد كده هواء الإرسال يحولها من إشارة كهربية إلى إشارة كهرومغناطيسية، ويعمل لها عملية نشر عبر الاسير، تبتدي يبعتها بقى. طيب كلام ده كلام كويس قوي. وصلت الاشاره دي، خلي بالك بقى معايا، لاجهزه الاستقبال. انا محتاج بقى الموجه الحامله في حاجه؟ لا، خلاص الاشاره بتاعتي بتاعت الصوت او الاشاره الكهربائيه المعبره عن الصوت وصلت لاجهزه الاستقبال، مش محتاج موجه التردد العالي دي، خلاص انتهت ادت الوظيفه بتاعتها. فبنعمل عمليه حاجه دايره اسمها، او عملية اسمها عملية الكشف، ان انا افصل الموجة الحاملة ذات التردد العالي اللي انا قلت عليها اللي هي ودت للإشارة حد جهاز استقبال، عن الموجة المحمولة اللي هي الاشارة الصوتية ذات، او الاشارة الكهربية المعبرة عن الصوت ذات التردد المنخفض. ودي دايرة اسمها دايرة الكشف. يبقى اذا في دايرة في الارسال اسمها دايرة التعديل، مسؤولة عن تعديل او تحميل اشارة التردد المنخفض على اشارة تردد عالي، وفي جهاز الاستقبال في دايرة اسمها دايرة الكشف اللي هي بتفصل موجة التردد المنخفض عن الموجة الحاملة ذات التردد العالي. من هنا انا عرفت دلوقتي الفكرة الاساسية لعملية الارسال، وهنخش بعد كده ونشرح عملية التعديل والكشف بالتفصيل. تعال نشوف الكلام اللي احنا اتكلمناه ده بيكتب ازاي، او نكتبه ازاي لو احنا اتعرضنا لسؤال في هذا الجزء اللي هو الفكرة الاساسية لعملية الارسال الاذاعي. تعال نشوف الكلام ده على الشاشة. فكرة الاساسية لعملية الارسال الاذاعي، تعتمد فكرة عملية او عمل اجهزة الارسال الاذاعي على تحويل الترددات الصوتية والنغمات الموسيقية، خلي بالك انا بتكلم على حاجة اذاعية يعني صوت، الى اشارة كهربية متغيرة عن طريق الميكروفون، تكبر ثم الاشارة بعد كده تكبر، ثم يتم تحميل هذه الترددات اللي عملية التعديل اهي ذات التردد المنخفض على موجات ذات تردد عالي، تكبر وبعد كده بعمل عملية تكبير وتوصل الى دائرة هواء الارسال، حيث يتم تحويلها الى موجات كهرومغناطيسية تشع عن طريق الهواء فتنتشر في جميع الاتجاهات الى مسافات بعيدة. دي عملية مين؟ الارسال الاذاعي اللي خاصة بمين؟ بالصوت. تعال نشوف بقى الجزء اللي خاص انواع الارسال الاذاعي. خلي بالك بقى معايا، احنا لسه قايلين من شوية دلوقتي فكرة عملية التعديل. عملية مين؟ التعديل. وقلنا ان التعديل ده اللي مقصود بيه تحميل موجة التردد المنخفض على
موجة تردد عالي عشان تروح لمسافات بعيدة. طب الكلام ده كلام كويس قوي. تخيل ان التعديل ده هو اللي هيحدد لي انواع الارسال الاذاعي. يعني ايه؟ يعني نوع التعديل، يعني في انواع من التعديل. في انواع من التعديل، وبالتالي في انواع من اجهزة الارسال الاذاعي او انواع الارسال الاذاعي على حسب نوع التعديل اللي انا بستخدمه. طب انا عندي نوعين من التعديل، تعديل اتساعي AM وتعديل ترددي FM، نوعين من التعديل للإشارة. تعديل الاتساعي AM بسميه الامبليتيود موديليشن، وتعديل ترددي FM اللي هو فريكوانسي موديليشن. اول ما قلت كده على طول الناس افتكرت ايوه ده الكلام ده احنا سمعناه، موجات الاي ام وموجات الاف ام وبنشوفها على المينا بتاع جهاز الراديو. صح. وهنقول يعني ايه بالظبط وبالتفصيل ايه التعديل الاتساعي وايه التعديل الترددي. انما دلوقتي لما اجي اقول لك انواع الارسال الاذاعي، خلي بالك انواع اجهزه الارسال الاذاعي دي بتقسم على حسب نوع التعديل. اول حاجه اجهزه ارسال اذاعي AM اللي هي تعديل اتساعي AM امبليتيود موديليشن، واجهزه ارسال اذاعي FM اللي هي فريكوانسي موديليشن. خلي بالك برضو في فرق بين انواع الارسال الاذاعي، وفي فرق بين تقسيم او انواع اجهزه الارسال. اول جزء اتكلمنا عليه ارسال اما اقول لك انواع اجهزه الارسال، ارسال اذاعي، ارسال تلفزيوني، فاكس، شبكه انترنت، اجهزه ارسال خاصه، ده الارسال كله. انما لما اقول لك ارسال اذاعي يبقى خلاص نوعين بس، AM واف ام. تعال نشوف الانواع اجهزه الارسال الاذاعي ونشوف بعد كده ايه الفرق او التعديل الاي ام ده عباره عن ايه، والتعديل الاف ام هنتكلم عليه بالتفصيل، ونعرف الاول الاشارات اللي هتعامل معاها اللي هي سواء اشاره الاي ام او اشاره الاف ام. تعال نشوف الكلام ده. انواع الارسال الاذاعي، يوجد نوعين من الارسال الاذاعي وذلك باختلاف طريقه التعديل او التشكيل المستخدمه. زي ما احنا قلنا النوع الاولاني اجهزه الارسال الاذاعي AM تركة التعديل الاي ام امبليتيود موديليشن. النوع الثاني الارسال بطريقه تعديل التردد اللي هي فريكوانسي موديليشن. تعال نشوف التعديل النوع الاولاني اللي هو التعديل الاف ام، الهدف او الغرض من التعديل الاتساعي الاي ام. خلي بالك بقى معايا نوضح الجزء ده. ايه الغرض من عملية التعديل او الموديوليشن؟ ايه هو اللي مقصود بيه؟ اللي مقصود بيه لسه قايلينه من شوية، وانا قلت لك لما بفهم جزء بينفعني في الجزء التاني. ما انا لسه من شوية قلت لك عملية التعديل ان انا بحط موجة التردد المنخفض على موجة التردد العالي عشان تروح لمسافات بعيدة وتوصلني لأجهزة الاستقبال. أول ما توصل لأجهزة الاستقبال بنعمل لها عملية الكشف، إن أنا بفصل الموجة دي، الموجة المحمولة اللي هي ذات التردد المنخفض عن الحاملة ذات التردد العالي، وأرجع تاني المعلومات لأصلها، سواء كانت صوت ترجع صوت، صورة ترجع صورة، صوت وصورة ترجع صوت وصورة. يبقى الغرض من عملية التعديل زي ما قلت لك كده، بروح حط موجة التردد المنخفض، الموجة اللي انا عايز ابعتها اللي هي خاصة بالمعلومات اللي انا عايز ابعتها ايا كانت، على موجة تردد عالي، واروح باعتها لاجهزة الاستقبال. وصلت لاجهزة الاستقبال ابتدي اعمل عملية الكشف، واروح مرجع المعلومات او الاشارة الكهربية دي اللي هي ذات التردد المنخفض الى اصلها، سواء كانت صوت او صورة او ايا كانت من اي نوع من انواع المعلومات. تعال نشوف الكلام ده وهنشوفه بالتفصيل،
وخطوة خطوة بتتم ازاي عملية التعديل وعملية الكشف. تعال تشوف الكلام ده. الهدف او الغرض من التعديل الاتساعي الاي ام، خلي بالك بقى معايا، الرسمة اللي قدام مني دي بتوضح لي عملية التعديل اهي وعملية الكشف، والتعديل بيتم في الارسال والكشف بيتم في الاستقبال. والتعديل ان انا بحط موجة تردد منخفض على موجة تردد عالي، والكشف ان انا بفصل موجة التردد المنخفض على موجة التردد العالي. تعال نشوف كده خطوة خطوة. دي الموديوليتنج سيجنال اللي هي اشارة المعلومات اللي انا عايز ابعتها. الاشارة دي ممكن تكون بتعبر عن صوت او صورة او صوت وصورة ايا كانت، هنقول ان هي صوت. سيجنال ويف دي اشارة المعلومات اللي انا ابعتها، دي اشارة جاية من الميكروفون، سواء طالما قلنا صوت يبقى هنقول الاشارة جاية من الميكروفون. بعمل ايه؟ اخد اشارة دي تردد منخفض، شايف التردد بتاعها كده منخفض، بروح مدخلها على دائرة التعديل الاي ام اللي هو الاي ام موديليشن. بتخش الاشارة بتاعة التردد المنخفض وبتجيلها الموجة الحاملة الكارير ويف اللي هي موجة التردد العالي دي اهي، تخش على المدخل التاني لدائرة التعديل، وخارج دائرة التعديل بيبقى الاي ام ويف الاشارة المعدلة. شايف الاشارة اللي هي بتاعة التردد المنخفض اهي بقت فوق التردد العالي اهي، وده عملية التعديل او التحميل او التشكيل، عشان كده بنسميها ميديوليتد ويف الاشارة المعدلة. دي ميديوليتنج سيجنال الاشارة المعدلة. طيب هاخد الاشارة دي طبعا كده بعد كده احولها الى اشارة كهربية ابعتها لاجهزة الاستقبال. شوف الاشارة اهي الاي ام ويف موجة حاملة ومحمولة، ادي عملية التعديل اللي تمت في الارسال. بعد كده اروح باعتها على اجهزه الاستقبال، الاشاره اللي انا باعتها ايه؟ موديوليتنج ويف الاشاره المعدله، هتخش على دايره مين؟ كاشف التعديل الاتساعي، يبتدي يفصل الموجه الحامله عن الموجه المحموله. ده الكاشف اهو، الموجه الحامله اللي ترددها منخفض اهي عن الموجه المحموله اللي ترددها عالي اللي هي باللون الاخضر. فصل اهو المعلومات، اشاره المعلومات رجعها لاصلها مره تانية. لو كانت صوت دي وخارجه من الميكروفون دي اشاره كهربيه برضو هتخش، هي نفس الاشاره بس هتخش هنا على سماعه واسمع مين؟ الصوت. تعال نشوف الكلام ده خطوه خطوه، نشوف كده بالترتيب خطوه خطوه بتم ازاي. يبقى هنشوف شرح الهدف او الغرض من التعديل الاتساعي. نشوف كده اول خطوه عندي، ادي اشارة المعلومات اللي هي السيجنال ويف، بروح مدخلها على دائرة التعديل اللي في الارسال طبعا بتتم، بدخلها على دائرة التعديل اي ام، اي ام موديليشن، واروح مدخل على دائرة التعديل الكارير ويف. تطلع من دائرة التعديل اشارة معدلة يعني موجة حاملة ومحمولة، ودائرة التعديل حطيت لي موجة التردد المنخفض فوق موجة التردد العالي عشان ابعتها لمسافات بعيده. بعتها بعد كده لاجهزه الاستقبال، اخد الاشاره هي في الاستقبال اهي، اروح داخل على الاشاره دي الاشاره المعدله اللي بعتها، تخش على دائره الكاشف الاي ام، اي ام دي موديوليشن يعني كاشف الاي او ديتكتور، هي الاثنين صح، او ديتكشن الاثنين صح، يبقى اي ام دي موديوليتر او ديتكشن او يعني عمليه الكشف، كل ده صح. باخد بعد كده بيفصل الموجه الحامله ذات التردد المنخفض عن الموجه المحموله ذات التردد العالي. طب تعالى بقى نشوف ايه المقصود بالتعديل نفسه. التعديل الاتساعي الاي ام امبليتيود موديوليشن، خلي بالك بقى معايا، انا ممكن اقول لك خلي بالك تعريف التعديل الاتساعي هو كذا 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 كذا، لا مش عايزين نعمل كده عشان ما نحفظش، ده احنا هنبص على الاشارات ونشوف ايه اللي حصل في شكل الاشاره ونوصفه بس، ومن خلال الوصف بتاعنا يبقى انا قلت التعريف. احنا قلنا احنا بنعتمد على الفهم مش على الحفظ.
التعديل الاتساعي للاي ام. بص كده خلي بالك بقى معايا، ادي وحده التعديل الاي ام، هنتكلم على التعديل بس بقى مش الكشف، وادي الاشاره اللي انا عايز ابعتها، دخلتها على التعديل الاي ام وطلعت لها الكارير ويف وطلعت الاشاره المعدله. تعال نبص كده في الشكل، ادي الاشاره اللي انا عايز ابعتها وادي الكارير ويف، هما الاثنين دخلوا على اداه التعديل طلعت الاشاره دي. طب ما تيجي نبص في الاشاره دي، هو ايه اللي حصل فيها؟ اللي حصل فيها ان انا لما حطيت موجه التردد المنخفض على موجه التردد العالي، اني بص خلي بالك معايا في النصف العلوي اهو ايه اللي حصل، الاتساع بتاع الموجه الحامله زاد، الارتفاع بتاعها اهو اللي هي باللون الاخضر دي، وفي النص السفلي الاتساع بتاعها قل، الله، وفي النص العلوي الاتساع زاد، ده الاتساع بتاع الموجه الحامله اهو بيزيد ويقل على حسب الموجه المحموله، في النصف العلوي او الجزء الموجب بيزيد وفي النصف السالب او السفلي بيقل. اذا خلي الجزء ده اللي احنا شفناه خليه في ذهنك، خليه في ذهنك. تعال نشوف كده، نكبر الاشارات دي ونشوفها. ادي الاشاره بتاعت المعلومات اللي عايز ابعتها، وادي كارير ويف دخلتهم على اداه التعديل طلعت لي الموجه المعدله. ايه اللي حصل؟ بص اهو نفس الكلام اللي قلتك عليه بقى، في الجزء العلوي ادي دي طبعا ثابته في الاتساع والتردد، انما ادي الكارير ويف، انما لما دخلت عليها موجه التردد المنخفض في الجزء العلوي الاتساع زاد اهو، في الجزء السفلي قل، الجزء العلوي زاد. اذا اتساع الموجه التغير اهو حادث في اتساع الموجه الحامله تبعا مش بمزاجها، لا ده تبع مين؟ الموجه المحموله ذات التردد المنخفض. طب ما الموجه الحامله ذات التردد العالي اهي، اهي ذات التردد العالي موجه حامله كارير ويف اهي، طيب اتغير الاتساع بتاعها على حسب مين؟ على حسب موجه التردد المنخفض اللي هي الموجه المحموله. تعال نشوف الكلام ده بيتم ازاي خطوه خطوه، كيف يتم التعديل الاتساعي الاي ام. ادي التعديل امبليتيود موديوليشن، تعال نشوف بقى بيتم ازاي خطوه خطوه، وناخد الاشاره بتاعتنا ونعرف ازاي الكلام ده بيتم. طيب الجزء ده لما نيجي نتكلم عليه، بص خلي بالك بقى معايا، ادي مين؟ ادي اهو الموجه اللي انا عايز ابعتها سيجنال ويف، عظيم، وادي الكارير ويف ثابته في الاتساع وفي التردد. طب ايه اللي هيحصل بقى لما ادخل الاشارتين دول على دائره التعديل؟ بص هنا الاتساع ده هيحصل له ايه؟ بص في الجزء العلوي وهنشوفها دلوقتي بالتفصيل، اتساع بيزيد ويقل، الطول بتاع الموجه الحامله ذات التردد العالي اهو بيزيد ويقل، شايف هنا عالي جدا هنا قل، هنا عالي جدا هنا ابتدي يقل، وهكذا. يبقى من هنا انا اقدر اوصل للتعريف بتاع التعديل الاتساعي الاي ام. خلي بالك شوف بقى في الجزء العلوي ايه اللي هيحصل، هنشوف الغلاف هيبقى شكله ايه في الجزء العلوي وفي الجزء السفلي. هنا ده الاشاره بتزيد وتقل، هنشوف بقى الغلاف اللي هيبتدي يظهر عندي اللي هو بتاع الموجه الحامله هيعمل ايه هنا اهو في الجزء ده. بص في الجزء العلوي اهو، بص الاتساع بقى فين اهو، بص اتساع كبير جدا اهو. طب في الجزء السفلي الاتساع بتاع الموجه الحامله قل، يجي بعد كده الجزء العلوي يزيد، مين اللي بيزيد ويقل؟ الاتساع بتاع الموجه الحامله اهو، على حسب مين؟ على حسب الموجه المحموله. اذا انا لو بصيت للتعريف بتاع التعديل الاتساعي، تعديل اتساعي يعني تغيير في الاتساع، اتساع مين؟ اهو الموجة الحاملة ذات التردد العالي تبعا للموجة المحمولة ذات التردد المنخفض عند ثبوت التردد. يبقى الاتساع هو اللي بيزيد ويقل، انما عدد الذبذبات في الثانية الواحدة ثابت، ثابت
عشان كده بسميه تعديل اتساعي ايه ام. طيب تعال نشوف بقى تعريف التعديل الاتساعي اللي هو الاي ام. نرجع للثلاث اشارات بتوعنا اللي هو المودوليتنج سيجنال اشاره المعلومات، كارير ويف اشاره الموجه الحامله، والمودوليتنج او مودوليتد ويف الاشاره المعدله. ومن هنا نقدر نعرف التعديل الاتساعي هو التغير الحادث اهو في اتساع الموجه الحامله، اهو اتساع بيزيد ويقل ذات التردد العالي اهو، تبعا لمين؟ للموجه المحموله ذات التردد المنخفض عند ثبوت التردد. يعني التردد بتاعي بس هو اللي ثابت. تعال نشوف الكلام ده عمليا، نشوفه ازاي بيتم، كيف يتم التعديل الاتساعي او طريقه التعديل الاتساعي. الاول نشوف الدايره بتاعتنا عباره عن ايه. التعديل الاتساعي بيتم عندنا عن طريق دايرتين، يا اما بستخدم حاجه اسمها خواص القاعده، يا اما بستخدم حاجه اسمها خواص المجمع. المجمع والقاعده دول يبقى ترانزستور. يبقى التعديل الاتساعي او طرق التعديل الاتساعي بتتم ازاي؟ بتتم بطريقتين، يا اما باستخدام خواص القاعده البيز بتاع الترانزستور، يا اما باستخدام خواص المجمع. وهنا احنا بنتكلم على خواص القاعده، هي الدائره المقرره علينا اللي هي خواص القاعده. ايه المقصود بخواص القاعده؟ يعني الاشارتين الموجه الحامله، خلي بالك، والموجه المحموله هيخشوا على قاعده الترانزستور، عشان كده بستخدم خواص القاعده. ركز معايا قبل ما نخش في الدايره نفسها. يبقى في نوعين بتكلم عليهم، يا اما بستخدم خواص القاعده يا اما بستخدم خواص المجمع. هنقول خواص القاعده، الترانزستور نفسه اي ترانزستور شغال كمكبر، واحنا الكلام ده خدناه في السنه السابقه اللي هي سنه تانيه في المكبرات. قلنا المكبر تخش الاشاره على قاعده الترانزستور، خلي بالك بتغير انحياز القاعده وتظهر مكبرة على المجمع. الجهد بيتغير على القاعدة بيظهر مكبر على المجمع. عظيم. يعني أنا دلوقتي بدخل إشارتين، إشارة تردد منخفض وإشارة تردد عالي، كل واحدة لها جهد. طب إشارة التردد العالي اتساعها ثابت، بتخش على قاعدة الترانزستور تغير قاعدة جهد الانحياز وتطلع مكبرة وخلصت. يبقى إشارة تردد عالي طلعت مكبرة تردد عالي برضه. لا ده مش كده، ده انا بدخل اشارة التردد العالي على قاعدة الترانزستور واروح مدخل معاها اشارة التردد المنخفض، اصبح قاعدة الترانزستور مش عليها جهد اشارة التردد العالي بس، ده عليها اشارة جهد التردد المنخفض. طب ما جهد التردد المنخفض خلي بالك معايا بيزيد ويقل، يبقى التكبير هيزيد ويقل، يبقى الاتساع بتاع الإشارة هيزيد ويقل، وهي دي عملية التعديل. تعال نشوف الكلام ده بالتفصيل، تعال نشوف الكلام ده بالتفصيل. كيف يتم، نشوف الكلام ده على الشاشة، كيف يتم التعديل الاتساعي الـ AM، واللي هي طرق اللي مقصود بها يعني طرق التعديل الاتساعي الـ AM. تتم عملية التعديل الاتساعي الـ AM بعدة طرق، منها زي ما قلنا خواص القاعدة وخواص مين؟ المجمع. طريقة تعديل الاتساع في دائرة القاعدة للترانزستور اللي هي خواص القاعدة، وطريقة تعديل الاتساع في دائرة المجمع للترانزستور اللي هي خواص المجمع. عظيم. تعال نشوف بقى اللي هي باستخدام خواص القاعدة، طريقة التعديل الاتساع في دائرة القاعدة للترانزستور اللي هي خواص القاعدة اللي هي البيز بتاع الترانزستور. شرح عناصر دائرة الاتساع في دائرة القاعدة للترانزستور، وهنقول دلوقتي الدائرة بتاعتنا ونشوف العناصر اللي فيها ونشوف ازاي بتشتغل. ادي الدائرة بتاعتي ترانزستور تي ار واحد، وادي خلي بالك معايا محول القلب بتاعه هواء، عشان كده بتخش عليه موجة التردد العالي الكارير ويف الموجة الحاملة.
ده داخل الموجة الحاملة، وفي الجزء ده محول القلب بتاعه حديدي بتخش عليه موجة التردد المنخفض اللي هي الموجة المحمولة، يبقى دي الموجة الحاملة ودي الموجة المحمولة. وده دايرة الخزن اللي بنسميها سي ال، ومعاها المحول الملف الابتدائي والملف الثانوي اللي باخد عليهم اشاره الخارج بتاعه الاي ام، وهنا البطاريه بتاعتي اللي هي بتاعت بتوفر لي جهد الانحياز اللازم لتشغيل الترانزستور. الار والسي دول خاصين باللي هم مع مشع، دول استقرار حراري وانحياز مشع. تعال نشوف الدايره دي بتشتغل ازاي، طريقه عمل الدائره، طريقة عمل دائرة تعديل اتساع في دائرة القاعدة اللي هي الترانزستور اللي هي خواص القاعدة. بص الدائرة بتاعتي، أول حاجة بص بتخش موجة التردد العالي على المحول تي واحد، تنتقل بالحث المتبادل بين الملف الابتدائي والملف الثانوي لمين؟ لقاعدة الترانزستور. أهي. في نفس الوقت ببص الاقي موجة التردد المنخفض اهي دخلت مع ايه؟ مع برضو موجة التردد العالي، اصبح الاثنين على القاعدة هم على انحياز القاعدة، تردد المنخفض وتردد العالي. هنا هيتغير انحياز القاعدة وتظهر الاشارة مكبرة، مين اللي هيتحكم في التكبير؟ جهد الانحياز. فالتكبير هيبتدي يزيد ويقل، ادي الاشارة اللي هتخرج اهي، الجزء اللي خاص ب الإشارة المعدلة عندي الـ AM، يبقى التكبير زاد أهو أهو، تكبير أو الاتساع زاد وقل على حسب الموجة المحمولة. تكبير مين؟ تكبير الموجة الحاملة أو اتساع الموجة الحاملة زاد وقل على حسب الموجة المحمولة. كده يبقى أنا عرفت دلوقتي إيه اللي تم في دايرة التعديل، وعرفت بالظبط المدخل اللي باستخدام خواص القاعدة، بدخل موجة التردد العالي على قاعدة الترانزستور وفي نفس الوقت معاه موجة التردد المنخفض. تعال نشوف كيف يتم الحصول على الموجة المعدلة اتساعيا اللي هي الامبليتيود مودوليشن عمليا. خلي بالك بقى معايا الجزء اللي هتكلم عليه، طبعا هنا بحتاج دايرة، انا بتكلم عمليا بس انا بوضح لك هنا ان انا احتاج ايه؟ دائرة تعديل، واحتاج مولد تردد منخفض اللي هيجيب لي السيجنال اللي هو الموديوليتنج سيجنال، واحتاج مولد تردد عالي اللي هيجيب لي الكارير ويف، وطبعا هنا هاخد الاشاره المشكله. طبعا الكلام ده انا هشوفه ولا مش هشوف الاشارات دي؟ هشوفها، يبقى محتاج جهاز اسيليسكوب. خلي بالك بقى معايا، خلي بالك معايا دلوقتي، انا عشان اعمل عملية التعديل الاتساعي AM عايز ايه؟ ايوه عايز مولد تردد منخفض عشان اشتغل عمليا، وعايز مولد تردد عالي، تردد منخفض اللي هي الموجة المحمولة، تردد عالي الموجة الحاملة، وعايز دايرة التعديل، وعايز جهاز اسيليسكوب عشان اشوف الاشارة بتاعت التردد المنخفض وبتاعت التردد العالي، وفي الخارج بتاع دائرة التعديل اشوف الاشارة المشكلة او الاشارة المعدلة. ده اللي انا عايز احققه عشان اعمل عمليا دائرة التعديل او عملية التعديل الـ AM. والكلام ده هنعمله ان شاء الله باذن الله في الحلقة القادمة، ان احنا هنبتدي نعمل عملية تعديل الاي ام عمليا، ونشوف الاشارات دي شكلها ايه، ونشوف دائرة التعديل دي بتعمل ايه بالظبط. بكده احنا وصلنا الى نهاية حلقة اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمشاهدة، والى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله.